أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، كاتب سياسي وملقب بالعربي الغاضب، الدكتور أسعد أبو خليل. صباح الخير. صباح النور. أيها العربي الغاضب، أهلا وسهلا فيك وشكرا على مشاركتنا. شكرا لدعوتك بهالحلقة. شكرا لك لأنه أعطيتنا من وقتك الرومانطيقي من هلال اليوم. كلها تحت الهواء هاي. لا أنا ما قلت شيء، ما تطلح أنت الموضوع. دكتور، طبعا اليوم نستفيد من وجودك معنا، وشاءت الظروف يعني انه الحدث يكون اسطول الحريه، يكون هذه الجريمه النكراء اللي عملتها اسرائيل في البحر الابيض المتوسط، في بحر غزه، وايضا ما قد يتبعها، لانه بالاسبوع الجاي واللي وراه يبدو انه في اساطيل سوف تتحرك. كيف رح يكون التعاطي الاسرائيلي بهيدا الاطار؟ هذا شيء بيخدنا كمان لنروح الى الموقف التركي، وما هو دور تركيا اليوم، ولماذا تركيا يعني صايرة هيك ملكية أكثر من الملك في موضوع القضية الفلسطينية، وهل تنتهي كل هذه الأمور عند حدود مصالح تركيا؟ أيضا علامات استفهام تطرح حول واقع العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في هذا الإطار، والأمريكية اليهودية بالتحديد، إضافة طبعا إلى المواقف الأخرى. يعني ما بعرف المواقف العربية ما سمعنا يعني، بس بدنا نشوف نحن ليش ما سمعنا هذه المواقف العربية، وأيضا ليش ما سمعنا موقف واضح إيراني سوري بهذا الإطار. نحن جايب قد ما فينا نغوص في هذه المواضيع، زد على ذلك أيضا مواضيعنا الداخلية كمان. في عنا موازنة، في عنا العلاقات اللبنانية الأقليمية واللبنانية الدولية. أيضا ما بدنا ننسى أنه عملية حادثة غزة، إذا جاز التعبير، كيف بدها تأثر على سير عملية السلام في الشرق الأوسط، وما هو مستقبل القضية الفلسطينية أيضا في هذا؟ إذا كان هناك من مسيرة السلام، بلشت الحلقة. نقرا المكتوب من عنوان. وعلى كل حال اسمح لي قبل ما نفوت بتفاصيل حلقتنا نقول نحن بكم المشاهدين بجولة إخبارية سريعة مع زميلتي كاترين حنا، نعود بعدها ونبدأ بالحوار. أهلا بكم. يقوم وفد من البرلمان العربي اليوم بزيارة لقطاع غزة للتضامن وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، فقد تم اليوم ترحيل ناشطي سفينة راشيل كوري التي كانت تنقل مساعدات إلى غزة واعترضتها إسرائيل أمس. وقالت ناطقة باسم مكتب الهجرة الإسرائيلي إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة طردوا بعدما وقعوا وثيقة تؤكد تخليهم عن اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي. أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن ثمة اتفاقا على مشروع قرار لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: نأمل أن يصغي القادة الإيرانيون لصوت المجتمع الدولي، إذ لا يمكن لأحد أن يواصل التصرف بشكل غير مسؤول. أما ميركل فاعتبرت مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن تقدما دبلوماسيا كبيرا، وقالت: لم يكن الوضع كذلك قبل سنتين، وهذا يعود بالطبع للقلق المتنامي من البرنامج النووي الإيراني. تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رسالة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. قام بتسليم الرسالة وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران خلال استقبال الملك عبد الله له ولمرافقيه في جدة مساء أمس. ونقل وزير الدفاع الفرنسي تحيات وتقدير الرئيس ساركوزي، فيما حمله الملك عبد الله تحياته وتقديره للرئيس الفرنسي. وقد جرى في خلال اللقاء استعراض المواضيع التي تهم البلدين. القطاع الطبي على موعد اليوم مع انتخابات نقابة الأطباء في بيروت لملء 7 مقاعد شاغرة في مجلس النقابة مقابل ترشح 17 طبيبا لمنصب النقيب. ويرتقب أن تتسم الانتخابات التي بدأت صباحا بالحدة والشراسة في ظل الشرذمة بين الأطراف والتيارات السياسية المشاركة.
ينعقد مجلس الوزراء مجددا غدا في قصر بعبدة لمتابعة مناقشة سائر البنود القانونية في مشروع موازنة العام 2010. وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين لصحيفة النهار إن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان يسعى إلى معالجة كل التفاصيل التي تؤدي إلى الإسراع في إقرار موازنة 2010 تمهيدا لإنجاز موازنة 2011 في موعدها الدستوري، أي في نهاية كانون الثاني المقبل. وبالنسبة إلى الاجتماع المقبل لهيئة الحوار الوطني في 17 من الجاري، فقد اعتذر رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة عن المشاركة فيه بسبب ارتباطات خارجية. وتاليا سيغيب هو ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع عن الاجتماع. كان هذا كل شيء في الموجز، عودة إلى الزميلة سمر.